انا مش عايز اسمع حجج ولا اعذار، عشان احنا قعدنا قبل كده واتكلمنا وشفنا شغل السنين اللي فاتت وقلنا نتعلم اللي حصل السنين اللي فاتت، بس ايه النتيجه؟ مفيش فايده. بتهزوا دماغك. انا عايز حد يرد عليا يقول يا مستر علي انت غلط، في حاجه مش صح، احنا تمام وزي الفل. ايه؟ مش هيحصل طبعا، عشان احنا زي الزفت. انتوا عارفين احنا الشهر ده بس بعيد عن التارجت بقد ايه؟ ولا عادي؟ ايوه انا بقيت بتكنسل عليا. روح امك. شاهي انا في اجتماع مش هينفع اتكلم دلوقتي. اجتماع مش اجتماع، هترد لما اكلمك. حقك عليا. هتخلص الزفت ده امتى؟ نص ساعة. لا كتير، هديلك اسم تشوفهولي. بقول لك في اجتماع مش هينفع. ماليش فيه، تشوفه حالا. استني خليكي معايا. لو هتسمحوا ان اللي حصل ده يتكرر تاني انا مش هسمح. اللي مش عاجبه كلامي يقول لي انا مش قادر. عادي مش هزعل. بيبان البنك كبيرة قوي. تفوت جمل. ما تقفش على حد. يلا اتفضلوا دلوقتي ونتكلم بعدين. يلا. اتفضلوا. قولي لي اسمه ايه بقى بنت عايزاني اعرفك. هاني. هاني محمد حسن ابو الوفا. ها؟ هاني محمد حسن ابو الوفا. انت متأكدة انه عميل عندنا هنا؟ لا معرفش، مش اكيد. تعرفيش يعني ايه؟ انت بتهزري يا شاهي؟ امال انا هعرف لك بياناته ازاي؟ عايزه بياناته من البنك المركزي، داخله معاه في شغل كبير وعايزه اتاكد انه ما عليهوش حاجه. ينصب عليك انت؟ يا لهوي، ايه؟ الدنيا ماشيه بضهرها ولا ايه؟ شاهي يتنصب عليها؟ هو اخر الزمان. اخلص. طيب يا ستي، اديني بس لاخر اليوم اعرف لك بياناته. طيب ماشي، بس انا مستعجله، ما تتاخرش عليا. ماشي. يلا، باي باي. ارجع يلا اعمل مدير على القلاضيش بتوعك، عيش حياتك يلا. لا انت عارفه شويه كده بس، بحب شويتين دول، لكن الحقيقه مش كده، كله من بره. ميرسي يا مدير. خلص وكلمني، باي. يلا حبيبي، باي.